عودة متعة كرة القدم مرة أخرى النهاردة، هنبتديها طبعا بمباريات قوية جدا في دوري أبطال أوروبا. دايما بننتظر هذه المباريات لنستمتع بها، كل محبي كرة القدم في أنحاء العالم بينتظروا دوري المجموعات أو هذه البطولة بشكل كبير، بيشوفوا النجوم اللي موجودين في كل هذه الفرق اللي أتمنهم ما شاء الله زي ما احنا بنشوف أسعار فلكية في الدوري الأوروبي، بيتنافسوا في هذه البطولة عشان يوصلوا بقى للنهائي وياخدوا طبعا هذه البطولة، لأن طبعا البطولة كانت مميزة للريال، هو حامل اللقب في هذه البطولة. عايز أقول لكم مباراة اليوم هقولها لكم مرة تانية، برشلونة أمام اليوفنتوس، وسلتك الاسكتلندي أمام باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد أمام بازل، وروما الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ مع أندرلاخت، وتشيلسي مع كارباكا الأذربيجاني، وأولمبياكوس اليوناني أمام سبورتينج لشبونة. أما بنفيكا هيلاعب ساسكا موسكو. بداية مباراة برشلونة ويوفنتوس، تشكيل تقريبا وصل لينا. هو طبعا برشلونة هيلعب طبعا مباراة برشلونة في الكامب نو، شتيجن في حراسة المرمى، وسيميدو وبيكي وأمتيتي وألبا وبوسكيتس وراكيتيتش وإنيستا وديمبلي ميسي سواريز، ده تشكيل فريق برشلونة. أما اليوفنتوس بوفن وديتشيلو وبين عطية وبرازالي وساندرو وبيناتيتش وماتويدي وبيتانكور وديبالا وكوستا وهيجواين، ده تشكيل أيضا فريق اليوفنتوس. بلال خليني أكلمك على هذه المباراة، يمكن مباراة سارية بالنسبة لفريق برشلونة. السنة اللي فاتت اليوفنتوس بيخرج برشلونة من الدور قبل النهائي وبيمنعها طبعا من وصولها لهذه البطولة المحببة أيضا لعشاق برشلونة. جماهير برشلونة في العالم كله زعل ان فريق برشلونة ما وصلش المباراة النهائية، وده في حد ذاته كانت صدمة لجماهيره. خلينا نتكلم على مباراة النهاردة، يعني في بداية هذه المباراة، لأن طبعا كل الفرق ما شاء الله لما نيجي نتكلم على مباراة يعني حاجة هنستمتع صراحة بكرة القدم. هو طبعا برشلونة طبعا كابتن يعني بشكل جديد مع ارنستو فالفيردي المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني اللي استلم المهمة خلف لويس إنريكي، بيبحث طبعا عن بداية قوية جدا في دوري الأبطال، يوجه رسالة للجميع إن برشلونة قادر، اللي هو زي ما هو بيعودنا دايما اللي أنا داخل ألعب على البطولة. ناس كتير قالت جدا ان برشلونه هيتاثر برحيل نيمار دا سيلفا لباريس سان جيرمان بالرقم الخيالي 222 مليون يورو، طبعا ده رقم كبير جدا، يمكن ميزانيه دوريات كتير جدا في الوطن العربي. برشلونه عايز يوجه رساله للجميع، لا ان برشلونه هو ما بيقفش على لعيب، وده كابتن واضح جدا في الفريق الكاتالوني. يعني مثلا لو جينا شفنا برشلونه حقق بطولات من غير رونالدينيو ومن غير تشافي، ان في فريق كبير دايما كانت زي ما حضرتك يعني كابتننا وعارف لعبت في اكبر الانديه، ودايما ان النادي ما بيقفش على حد طبعاً. اللعيب او النادي ما بيقفش على اي لعيب، بالتاكيد طبعا اللعيب بيبقى ليه تاثير وكل حاجه، لكن انا في الاول وفي الاخر اللي بيفرق معايا اسلوبي وسيستمي اللي انا حاطه. برشلونه بيتميز بسيستم واحد محطوط باللعيبه بتحفظه من ابناء لاماسيا. لو جينا شفنا مدربين برشلونه عبر التاريخ هتلاقي اغلبيتهم كابتن لا اما كان لعيب في النادي لا اما من ابناء لاماسيا. هو سيستم محفوظ 4-3-3 بيلعب فيه اي مدير فني بيجي، بيبقى طبعا فلسفه النادي الكتالوني او التيكي تاكا دي طبعا كانت ظاهره جدا بشكل كبير جدا في عهد جوارديولا. دلوقتي فالفيرتي جاي بنفس الفكر، عايز يقدم اوراق اعتماده، استهل مشواره في بطوله الدوري بثلاث انتصارات يعتلي جدول ترتيب المسابقه، واستفاد من تعثر ريال مدريد مع زدان فرق اربع نقاط، قدر يعوض غياب او رحيل نيمار بضم عثمان ديمبلي، يمكن احد اهم وابرز المواهب اللي موجوده في اوروبا حاليا. مش هنقول ان ديمبلي بنفس مستوى نيمار، لكن المنظومه كابتن ما بتقفش. انا كوتينو دي كانت طبعا كان هتفرق، كان برشلونه محتاجه الصراحه بالتاكيد طبعا، لكن هو تصميم ليفربول طبعا، ليفربول دخل مشارك في دوري ابطال اوروبا بعد غياب، عايز برده ما مش عمليه يعني مش عمليه اللي هو كانت بالنسبه له برده. يعني هنتكلم ممكن لو جينا لحقنا نتكلم على ليفربول وخروج محمد صلاح نتيجه اصابه، مش عارفين هي اصابه ولا ايه، هو دلوقتي لسه ما حدش عن كلوب يعلن في المؤتمر الصحفي، صعبه جدا لليفربول. لو جينا شفنا طبعا ان تشكيل برشلونه زي ما من تشكيل حضرتك انا قلت ان اندريت شتيجن وبيكي والبا وميتيتو وسيميدو وانيستا وبوسكيتس وراكيتيتش ميسي وسواريز وعثمان ديمبلي، هتلاقي نفسك كابتن هو نفس الفريق، يعني باختلاف ان سيميدو بيلعب مكان روبرتو وعثمان ديمبلي بيلعب مكان نيمار،
هي نفس القوام الاساسي بتاع الفريق. ممكن عمليه سقوط برشلونه في الديربي بالنتيجه في الكلاسيكو في كلاسيكو السوبر الاسباني بالنتيجه دي اثار الشكوك عند جماهير كاتالونيا واثار الشكوك عند عشاق برشلونه في مختلف انحاء العالم. فالفيردي قدر يلم الفريق تاني، قدر اللي هو يوجه رساله اللي لا اللي احنا موجودين يا كابتن، فريق فيه ميسي احد ابرز يعني من انجبت النهارده، ترجع ثقه بشكل كبير. طبعا هي الجماهير بلد جماهير برشلونه خصوصا ملعب المباراه على ارضهم، وبدايه زي ما بقول لك هو صقر بالنسبه لهم مباراه العام الماضي. هي المباراه النهارده تعتبر اول اختبار حقيقي لفالفيردي بعد الكلاسيكو. فالفيردي عرف يلم الدفاع، عرف يبني خطته مظبوط، عرف او الفريق الوحيد اللي ما دخلش فيه ولا جون في الدوري الاسباني مع ريال سوسيداد الوصيف ليه ب 12 نقطة. فالفيردي النهارده أول اختبار ليه، بس مش هيعتبر اختبار قوي لأن يوفنتوس بيغيب عنه 8 لعيبة، 8 لعيبة من القوام الأساسي، إذا كان كليني، إذا كان بونوتشي اللي مشي، بيغيب عنه لعيبة كتيرة. يوفنتوس النهارده قدامه خيار كبير، خيار إن هو يعرف يدافع كويس، يقف قدام برشلونه، برشلونه اللي عايز ينتقم قدام جماهيره، الفريق الوحيد اللي قدر يوقف برشلونه السنه اللي فاتت هو يوفنتوس، ببوفون بدفاعه الحديدي من اول بيانيتش وخطيره لحد كليني وبارزالي وبونوتشي وساندرو، داني الفيس هيفرق كتير معاهم طبعا. رحيله طبعا هيفرق. طبعا هيفرق كتير، يوفنتوس برشلونه النهارده هيكون مطالب انه مش يكسب بس، لا يكسب بامتاع، لان جماهير برشلونه مش متعوده انها تكسب بفريق جون ولا جونين وبلعب عادي، رحنا بكورتين ثلاثه وجبناهم جون، لا لا لازم يوصل بامتاع. انت عارف يا محمود ان السنه اللي فاتت يا بلال طبعا جماهير برشلونه مباراه باريس سان جيرمان هي اللي خلتهم تديهم الامل ان انت توصل نهائي بالمتعه اللي انت امتعتهم بيه بعد طبعا تاخرهم في المباراه الاولى، وبعد كده جم كسبوا النتيجه كبيره. هم عندهم غالب يعني غالبا حتى الان كلنا حتى كل محبين البرشلونه في انحاء العالم عندهم صدمه من خروج برشلونه في امام اليوفنتوس السنه اللي فاتت. يوفنتوس دفاع حديد محدش يقدر يعني، لا واحد ما بوفون قدامه ثلاثه ما اشتغلوش دفاع بس يعني، لا السنة اللي فاتت اشتغلوا دفاع، وديبالا بيروح بمجهوداته الفردية عشان بيكيه وماسكيرانو بطاقة. طيب يقدر يشيل خطتي فيه هجوم برضه يعني مش دفاع بس. بص يا كابتن يعني احنا لو جينا في احصائية كده غريبة شوية، يعني برشلونة في آخر 9 ماتشات قدام يوفنتوس ما كسبش يوفنتوس إلا ماتش نهائي دوري أبطال أوروبا. لما فترة طويلة 9 ماتشات ما كسب، من آخر 9 ماتشات مباريات واجهوا بعض فيها برشلونة كسب في نهائي دوري أبطال أوروبا بس. ولما برشلونة استطاع الوقت تسجيل مبكرا. الفرق الايطاليه كابتن عموما لو انت ما قدرتش اللي انت تسجل فيها او تفاجئها او تباغتها بهدف مبكر هتتعبك جدا. يمكن مثلا ده كان متضح جدا ايام في عز مجد برشلونه مع جوارديولا، كان طلع من نص نهائي دوري ابطال اوروبا امام انتر ميلان، مع ان كان كل كان هيطلع من السنه اللي قبلها امام ميلان، وكان بنفس كان هيطلع من السنه اللي قبلها امام. فهي برشلونه الفرق الايطاليه كابتن بتعرف ازاي تلاعب او بتعرف ازاي تقتل المتعه بتاعه البارسا ولعب البارسا. طبعا لعب البارسا احنا واخدين اللعب الجمالي واللعب اللي الناس عايزه تستمتع بيه، لا الناس في ايطاليا ما بتستكبرش، لا هم الناس دي هي كرتهم الجميله وكرتهم السماويه، فانا لازم ابقى بدافع كويس جدا عشان اطلع باللي انا محتاجه من المباراه. اللي النهارده يوفنتوس محتاج منه المباراه اللي هو ما يخسرش. يعني بالنسبه له مثلا لو انا اتعللت دي بالنتيجه ايجابيه بالنسبه لي في اول المشوار، لكن برشلونه بالنسبه له محتاج المكسب جدا لعده عوامل ابرزها ان يوجه رساله للجميع عقب السقوط والاداء اللي هو ظهر بيه في ماتش الكلاسيكو، اللي انا لا انا برشلونه ما بتاثرش باي حد، ما بتاثرش باي لعيب، قادمون من اجل اللقب وقادمون من اجل سعاده الجماهير و مش عمليه اللي احنا مش هنقف على لعيب محدد. يعني ناس كتير جدا رابطه ان تراجع اداء برشلونه بسبب نيمار، ده حاجه مستحيله كابتن، والدليل على كده ان برشلونه السنه اللي فاتت كسب ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في ظل غياب نيمار. انا عايز اكلمكم على اليوفنتوس، خليني اقول لك طموح اللاعبين يعني في هذه المباراه، يعني طموح واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم هو ليونيل ميسي في المنافسه على الهداف او هداف هذه البطوله، يمكن المنافسه ما بينه وما بين كريستيانو رونالدو سنة 105، يعني ميسي بيحاول طبعا يبعد عن 97 نعم 97 ميسي، فبالتالي بيحاول يقرب ويبعد عن كريستيانو، منافسه قويه جدا. ده الطموح ده نفسه بيخلي شكل المباراه بالنسبه لفريق برشلونه مختلف خصوصا لميسي. بص يا كابتن يعني مفيش خلاف ان ميسي رونالدو حاله،
الناس دي عملت حاله في كره القدم، الصراع اللي ما بينهم او كده. ممكن يا كابتن يعني مثلا من اللي احنا الاعلام بيتناول الصراع ما بين الاثنين، خلاف لما الاثنين ذات نفسهم بيعيشوه، ممكن تحس ان ميسي او رونالدو ما فيش مشاكل ما بينهم، على عكس مثلا ما الاعلام كان مصور ان في خلافات وكده، والدليل على كده ان كريستيانو طلع اعترف ان ميسي ان ابنه جونيور بيستمتع جدا اللي هو لما بيتفرج على فيديوهات ميسي على اليوتيوب، وهو ما بيتضايقش من حاجه زي كده طالما فيه. عملية ان ميسي هدفه السنة دي اللي هي دوري ابطال اوروبا، ويمكن هدفه الاكبر كمان كاس العالم. ميسي عايز يبقى رايح كاس العالم فايق. طبعا الناس كتير جدا متوجهه لكاس العالم، بس يا رب يوصله. هو في كوميكس وفي رسومات يعني كتير، ميسي هو اللي بينقذ فريق الارجنتين يعني. طبعا لعيب كولومبي قال ان ميسي بيلعب مع شويه حمير، وصفها كده لعيب كولومبي قال مش عارف ازاي فريق فيه ميسي وفيه دي ماريا، فيه جوين، فيه ديبالا، فيه اجويرو، فيه راموس كرانو، الفريق ده ازاي يعاني بس في تصفيات كاس العالم. الفريق في المركز الخامس بعيد تماما عن البرازيل اللي ضمنت التاهل بقياده نيمار. ميسي دلوقتي عليه عبء كبير، ان هو دلوقتي شايفينه هو الوحيد الامل في الجيل ده. الجيل هم خلاص فقدوا الامل في اي لعيب في الجيل، سواء دي ماريا، سواء اجويرو، سواء هيجوين. هم شايفين دلوقتي جيل مبحوس يا كابتن، جيل بيلعب ثلاث نهائيات في اخر ثلاث سنين، ثلاث نهائيات بيخسرهم، جيل مبحوس بشكل كبير جدا. يعني في حاجه غلط، يعني الجيل ده في حاجه غلط. لما انا اوصل لنهائي كاس عالم صحيح وابقى بنسبه كبيره جدا كفيتي مايله وافضل من المانيا وفريق الافضل، واخسر من يعني واخسر من تشيلي في نهائي كوبا امريكا في اخر في المباراه النهائيه، يعني في حاجه غلط. فميسي عايز يبقى فايق، عايز النهارده يبقى رايح كاس العالم داخل وهو مش متعكن، مش متنرفز، لا رايح بمعنويات مرتفعه. فبالتالي هيشتغل على نفسه كتير جدا عشان يثبت للعالم كله ان برشلونه طبعا يا كابتن حضرتك نجم كبير، وعارف ان انا لما في النجم او في لعيب بيمشي من عند من الفرقه ويبقى مؤثر، بقيه اللعيبه من جواها عايزه تثبت لا، ما هو مش الفريق كان واقف عليه، لا الفريق ككل. الناس دي ما بتشتغلش زينا يا كابتن، يعني الناس دي بتشتغل كمجموعه. النجاح ما بيذكرش مثلا لكابتن محمد وكده، يمكن مثلا ميسي كابتن قبل في احد يمكن جريده سبورت الاسبانيه كشفت حوار ما بين ميسي ونيمار، قال له ما تمشيش لو انت هدفك اللي انت يبقى حصول على الكره الذهبيه وافضل لاعب في العالم، اقعد وانا هساعدك ان انت تاخد الكره الذهبيه. الدليل على كده ان ميسي مش عمليه ان انا ايه، مش انا نجم الاوحد، يعني ده اللي هو المفروض اللي هو هناك افضل حد عندهم. لما هو يجي يقول ويقعد مع لعيب بيوصل له رساله، لا الموضوع مش انت طبعا ليك دور، وكلنا لينا دور في الموضوع ده، مش طيب. ميسي لوحده اللي له دور. طيب خليني اقول ديمبلي وجوده مع الثلاثي سواريز او الثنائي سواريز وميسي، هل هيعوض غياب نيمار في هذه الجزئيه، خصوصا ان برشلونه ليهم طريقه اداء معين، ودائما لما بيجي لعيب بياخد على هذه الطريقه وبيتعامل بنفس الاسلوب تقريبا. ديمبلي اصلا اسلوبه مشابه لبرشلونه، هو اللعيب اللي بيلعب على الخط الجناح اللي بيقطم لجوه، بيعرف يوزع لعب او يخش جوه ال 18. ديمبلي هيقدر يعوض بشكل كبير نيمار، بس لما يدخل مع الفريق شفناه الماتش اللي فات لعب ثلث ساعه بس، امتع الجماهير جدا بشكل كبير، لعيب مهاراته عاليه. هو بس في تقديمه للجماهير في الكامب نو ساعه ما اشتروه كان مخضوض، لعيب عنده 19 سنه شايف الجماهير ده كله بيلعب في احسن نادي في العالم فلازم يتخض، انما لما نزل واتفك الضغوط من عليه قدم كل اللي هو عنده، ولسه عنده كتير جدا. ديمبلي بس بيعيب عليه الفينش بتاعه متسرع شويه، بيبقى مستعجل يجيب الجون، ساعات بياخد قرارات غلط، الكره بتبقى عايزه تتشاط بيبصيها، الكره عايزه تتبصى بيشوطها. ده عيب ديمبلي الوحيد، بس ديمبلي مع برشلونه اكيد بيلعب جنبه ميسي وسواريز، اساتذه الفينش لازم يتعلم منهم، هيعرف يكون بشكل كبير مفيد للنادي ان شاء الله. طيب خلينا نكلمك على يوفنتوس بقى بلال، النهارده شكل الفريق بالنسبه لهم، هل هيتعامل زي ما اتعامل في زي ما انت بتتكلم كده محمود، كان بيقفل بشكل كبير ويتعامل بالهجمه؟ طبعا دفاع ليفانتوس معروف بقوته دايما باستمرار. بص يا كابتن، يعني احنا ليفانتوس بيعيش فتره صعبه، ناس بتقول لك النتائج والدوري كده، انا بالنسبه لي الدوري الايطالي مش مقياس لليفانتوس، دوري الابطال هو المقياس.
والدليل ان يوفنتوس كابتن بيعيش فتره صعبه عقب هزيمته في نهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. يعني يمكن في كواليس كتير جدا، ومانزوكيتش المهاجم الكرواتي لليوفي طلع كشف كواليس كتير جدا ان اللعيبه ما بين الشوطين في دوري الابطال اتخانقت مع بعض، سواء بونوتشي يعني قال لك ان احد اسباب رحيل بونوتشي الخلافات ما بينه وما بين اليجري، والفيس برده كذلك. يعني فاللي احنا بنتكلم فيه يوفنتوس بيبحث عن لقب غايب من سنه 92 96 اسف 96 يعني من سنه 96 اللقب ده غاب عليه. فبالتالي مقياس يوفنتوس قوه يوفنتوس تقاس بدوري ابطال اوروبا وليس بالدوري الايطالي. الدوري الايطالي كده كده هو مسيطر عليه بنسبه كبيره جدا وبشكل كبير جدا خلال المرحله الماضيه. هو النهارده هدفه اللي هو يطلع من المباراه متعادل ما يخسرش. بالنسبه له تبقى عامله ازاي؟ الطريقه بالنسبه له هو نفس السيستم ونفس الاسلوب بتاعه، هو هيبتدي 4-4-2-3-1 بعمليه اللي هو الدفاع، اللي انا ما استقبلش هدف مبكر، اللي انا فاجئ برشلونه عن طريق ديبالا. وعنده طبعا كابتن وابرم صفقات حلوه جدا السنه دي، سواء بليز ماتويدي من باريس سان جيرمان ودوغلاس كوستا من بايرن ميونخ. اللاعبين دول جدا هيكونوا مؤثرين بشكل كبير جدا مع اليوفي السنه دي. دوغلاس كوستا من اللعيبه اللي هي الاجنحه اللي هي لعيبه الكوره اللي بتقدر تفاجئ، واللي عنده المهاره لعيب برازيلي. طبعا كلنا عارفين اللاعبين البرازيليين ازاي بتقدر تصنع الفارق مع ديبالا مع جونزالو هيجوين اللي هو يعتبر من مصنف من احد افضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي. هيقدر يلعب ديبالا يفرق كتير معاهم بالتاكيد. طبعا كابتن ديبالا يعني احد اسباب فوز اليوفي على البارسا السنه اللي فاتت بثلاثيه نظيفه في ذهاب ربع نهائي الابطال كان ديبالا. فينش كويس جدا، عنده رؤيه في الملعب، من اللعيبه اللي هي بتقدر تستغل الفرص، مش عكس مثلا زي ما محمود كان بيقول دلوقتي ان ديمبلي يعاب عليه اللي هو بيفنش يجيب اهداف. راجل هداف يعني. راجل هداف، فهيلعب طبعا اللي هو ما يستقبلش دفاع، ما يستقبلش هدف مبكرا، وهيلعب على الهجمه المرتده. انا دي وجهه نظري يعني اللي هو هيفرق. تتوقعون بقى المباراه الاولى دي بالنسبه للنتيجه تبقى عامله زي ما محمود تتوقع يعني؟ انا شايف 2-0 لبرشلونه. برشلونه هيعرف يفاجئ يوفنتوس. يوفنتوس ضعيف جدا السنه دي، مش بنفس قوه السنه اللي فاتت، لانه كمان السنه اللي فاتت ما عرفش ياخد البطوله. يوفنتوس السنه دي كان خسران من جنوا 2-0 لحد الشوط الثاني، قدر يقلب النتيجه بعد كده. يوفنتوس طبعا بخبرته الكبيره في الدوري الايطالي، لكن يوفنتوس السنه دي بيعاني بشكل كبير، سواء من غيابات، سواء من مشاكل في غرف خلع الملابس. أليجري نفسه، انا عن نفسي ما بعترفش بأليجري ان هو يدير فريق بحجم يوفنتوس. أليجري مدرب مش جريء، مش مدرب تنافس بيه على بطوله او تجيب بيه بطوله. اليوفنتوس بيكسب الدوري والكاس ده من اول الموسم، يعني بدايه الموسم كده بسم الله الرحمن الرحيم يوفنتوس دوري وكاس، وبعد كده يبدا يفكر في دوري الابطال. يوفنتوس لو محتاج دوري الابطال عنده انشيلوتي، عنده مدربين كبار يقدر يعتمد عليهم من ايطاليا او سواء من بره ايطاليا، انما أليجري عمره ما يوصله الطموح انه يوصل انه ياخد دوري ابطال اوروبا. طيب بلال، انت عندك توقع تاني غير المختلف عن؟ لا انا شايف ان شاء الله ان شاء الله كتالوني اتمناها باذن الله ان برشلونه باذن الله النهارده كل حاجه طبعا. يعني باذن الله انا زيك الصراحه، بس ما يعني محدش بيحب الكوره ما يحبش. اتمناها باذن الله، شايف ان برشلونه يبقى حلف المنافسه في الكنترول دلوقتي. يقول لك اليوفي هو اللي هيحط على، ما هو طبعا كلهم حبايبي جوه، فكله عارف كله عارف ان. طيب خلينا نروح لمباراه اخرى، هي مباراه سلتيك وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان طموحه السنه دي مختلف بصفقاته الجديده، وجود نيمار، داني الفيش، واكيد طبعا يعني مجموعه من اللاعبين عندهم امكانيات ماديه موجوده ومعروفه، فيامبابي طبعا واحد من اللاعبين المميزين. شوف يا محمود بلال، الطموح ده هيبقى موجود فعلا من خلال اللاعبين ان هم حققوا دوري ابطال اوروبا؟ طبعا هم كانوا بيقتربوا طبعا لولا طبعا وجودهم امام فريق قوي زي برشلونه وتعويضه بالفارق الاهداف اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه دي ايه بقى اللي ممكن يحصل بالنسبه لفريق باريس؟ يعني انا هاخد كلمه هاخد كلمه من محمود، من كلمه شخصيه المدرب. زي ما قال أليجري مش المدير الفني اللي هو يقدر يقود اليوفي، انا شايف ان أوناي إيمري مش المدير الفني اللي يقدر يسيطر على نجوم كبيره بحجم اللي بيضمها باريس سان جيرمان. وبعدين طبعا في اي فريق في الدنيا هدف اللي هو ياخد بدوري الابطال اوروبا. انا دلوقتي كان ماسك الاشبيليه وكان ماشي معاهم كويس. حضرتك قلت اشبيليه،
جميل. مين النجوم بقى اللي مين بقى النجوم اللي كانت في اشبيليه دلوقتي يا كابتن؟ انا بتكلم عندي كافاني، عندي دي ماريا، عندي كيليان مبابي، عندي نيمار، عندي دلاكسلا. فعندي الاسماء دي كلها كابتن، ما فيش حد منهم هيسمح اللي هو يقعد. ازاي بقى انا كده اجبره على اللي هو يقبل بدور اللي هو البديل او بالدور اللي هو يبقى اللعيب؟ كلنا عارفين في الدوري النجوم ولا على الدوري؟ لا على نجوم كابتن. خلي بالك هو في فرق ما بين الدوري الاسباني والدوري الفرنسي في قوته. لا انا بتكلم يا كابتن على شخصيه المدرب مع النجوم. مع النجوم. اوناي ايمري مش المدرب اللي هو يمتلك الشخصيه اللي تقدر تسيطر على النجوم. كمان مش مشكله شخصيه اوناي ايمري، السنه اللي فاتت الدنيا كلها عابت عليه انه كسبان 4 ورايح برضه يدافع. يعني فريق برشلونه كان فاتح الملعب السنه اللي فاتت يضرب باي وقت انه يخلص، جاب جون من مجهود فرد دي ماريا. لا اوناي ايمري فكره نفسه، فكر إيه اللي هو انا عايز اقفل، انا عايز ادافع. هو بيتعامل بفكر فرق الوسط، مش فرق انه باريس سان جيرمان دلوقتي ادارته دلوقتي بتفكر ان هي حطت الفريق خلاص انه بقى من ضمن الفرق الكبار، انما فكر اوناي ايمري نفسه ان هو فريق بيخاف، فريق بيدافع، عارف ان هو لو لعب برشلونه هو مش بحجم برشلونه. هم عايزين مدرب جريء برضه، نفس مشكله يوفنتوس، محتاجين مدرب عارف قيمه باريس سان جيرمان وقيمه اللعيبه اللي معاه. باريس سان جيرمان دلوقتي من اقوى فرق اللي في العالم. بايرن ميونخ يعني زي ما باريس سان جيرمان خايف من بايرن ميونخ، بايرن ميونخ خايف من باريس سان جيرمان. المدرب نفسه بقى مش عارف قيمه حاجه زي دي، ان هو دلوقتي بيدرب فريق كبير ملناش دعوه بالتاريخ. باريس سان جيرمان ملوش تاريخ ماشي، انما بعد كده هو ليه مستقبل كبير جدا. لازم يبقى هو حاطط في دماغه ان هو هدفه دوري الابطال، مش هدفي اوصل لنص النهائي. استقطاب او استخدام اللاعبين الموجودين حاليا ده فكر اداره. هو عمره هو ما طلبش نيمار، هو ما طلبش مبابي، هو ده فكر اداره. هي اللي عايزه تجيب اللعيبه، هي اللي بتبني شخصيه الفريق. هم غلطتهم على طول ان هم بيجيبوا مدربين شخصيتهم مش مناسبه للفريق. يمكن السنه الوحيده اللي هم كانوا موفقين فيها كان انشيلوتي، وانشيلوتي قدم موسم كويس جدا، وبعديها ريال مدريد فاوضه. فطبعا اي مدير فني في العالم فهيفاوض ريال مدريد، هيفضل ريال مدريد طبعا تاريخ وبراند كبير جدا. من وجهه نظركم الانسب من مدربين اوروبا او مدربين العالم ممكن يبقى موجود مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي ويحقق معاه دوري ابطال اوروبا؟ انا من وجهه نظري الانسب حاليا هو ديجو سيميوني، المدير الفني لاتلتيكو مدريد الاسباني. سيميوني لعيب مدير فني. خلي بالك في مدربين كره بتاع يعني تدريبهم او الكره بتاعتهم تمشي مع انديه وانديه ثانيه. لا خلي بالك الكلام ده يا كابتن لو في هويه للفريق. يعني مثلا برشلونه ليه هويته صح. في انا عندي سيستم واحد، لكن باريس سان جيرمان ايه هويه باريس سان جيرمان؟ انا ما عنديش هويه، انا دلوقتي ببني مشروع جديد، فانا ممكن اجيب مدير فني جديد يقدر يفرض اسلوبه وطريقه لعبه ويحفظ لعبته دي، فيبتدي هو يبني الهويه للفريق، ومن ياتي بعده يكمل على اللي هو بناه، يكمل خطواته. انا دلوقتي لو جبت سيميوني يملك من الجراءه ويملك من حاليا من الخبرات ومن الطموح اللي هو يقدر يقود الكوكبه والكوكبه الكبيره اللي في باريس سان جيرمان دلوقتي اللي هي تحقق رقم دوري ابطال اوروبا. والدليل على كده كابتن اللي هو مع احترامي من يعني لعيبه اتلتيكو مدريد لو جينا شفناها مش اللعيبه اللي تصنف من الصفه في العالم، يعني اللعيبه اللي هي ممكن بلس ايه بس مش من الصفه. هتلاقي مثلا في كراسكو، هتلاقي في كوكي، هتلاقي في مش جريزمان، يعني دور الابرز مثلا هو بيقدر بشخصيته وبطريقته وباسلوبه وبقتاله يزرع اللوح التنافسيه دي، مهمه جدا كابتن. طيب محمود عندك اسم مدير فني غير سيميوني؟ انا بختلف مع بلال، انا شايف جوارديولا هو الانسب لباريس سان جيرمان. جوارديولا من المدربين اللي بيحبوا يخترعوا طرق لعب، بيخترعوا تفكير. الدوري الفرنسي هيساعد جوارديولا انه ينفذ فكرته ونفذ افكاره الجديده وفلسفته في الدوري الفرنسي، لانه ضعيف هيقدر عايز يلعب بثلاثه مدافعين هيلعب، عايز يلعب باربعه مدافعين هيلعب. عكس الدوري الانجليزي ما بيهمنوش على اي فكره. السنه اللي فاتت لعب كولاروف، الصحافه الانجليزيه قتلته، مش يعني خلت كولاروف نفسه يمشي من النادي، مع ان جوارديولا كان مقتنع بيه في المركز ده، كان محتاج لعيب في الدفاع يمشي الكوره، وكولاروف كان فيه المواصفات اللي محتاجها كلها جوارديولا. عشان غلط ماتشين ثلاثه كولاروف اتذبح وراح روما وشفناه. انما في باريس سان جيرمان هيقدر ينفذ تطبيق، هيطبق فكرته، هيطبق فلسفته براحته. الدوري الفرنسي هيعرف يكسب 5 و6 ويبقى بينفذ فكرته، اللعيبه هتبدا تطلع من ورا لقدام، هيبني لهم فلسفه جديده يقدروا يمشوا عليها بعد كده. جوارديولا من المدربين المنظمين الاكاديميين اللي بيعرف يحط خطه يمشي عليها 5 سنين، عارف السنه الاولى هلعب بطريقه كذا، عشان السنه الجايه هلعب بطريقه كذا، عشان السنه الثالثه وهكون واصل استراتيجيه على مدار طويل. تمام.
طب خليني اقول لك توقعاتك لمباراه السلتيك وباريس سان جيرمان تمشي ازاي النهارده خصوصا المباراه على ارض اسكتلندا. سلتيك يعني سلتيك بارك ده من اصعب الملاعب الموجوده في اوروبا، يمكن ميسي ذات نفسه قال لك انا من اكتر الملاعب اللي بعاني فيها هي سلتيك بارك، مش من السهل جدا ان انت تروح تكسب في اسكتلندا، لكن طبعا كل المقاييس وكل المؤشرات تقول ان باريس سان جيرمان بشكله الجديد بخط هجومه الجبار لما بقى عندي نيمار ومبابي وكافاني خط هجوم النار يعني ما فيهوش كلام، مؤشرات بتقول ان سان جيرمان الاقرب للمكسب النهارده. يعني بالرغم من انت تقول لصعوبه الملعب بالنسبه لصعوبه الملعب، بس يعني لو جينا بصيناها كابتن وفقا للاسماء ووفقا للسكواد اللي هو موجود في سان جيرمان وفي سيلتك هنلاقي ان سيلتك يعني مش هيكسب سان جيرمان، مش هيكسب بشكل كبير يعني بنتيجه كبيره، ممكن يتخطى مثلا بفرق اهداف قليل، لكن سان جيرمان الاقرب للانتصار النهارده. طيب هروح للمباراه، يمكن لو انت عايز تتوقع الماتش ده بس هيتوقف على بريندر روجرز مدرب سيلتيك. المدرب ده كويس جدا اللي كان مع ليفربول. هو مدرب كويس بس ساعات المدرب ده بيغلط غلطات فاتحه، هو لو النهارده مركز وماشي بشكل كبير سيلتيك ممكن يعمل مفاجاه. هو مش مفاجاه لان هو بيلعب على ارضه، فريق سيلتيك فريق قوي يعني فريق من الفرق المميزه في اوروبا، لكن طبعا الدوري الاسكتلندي مختلف تماما عن الدوري الانجليزي بالرغم طبعا ان هم اعتمد على القوه والكرات الطويله وكده، لكن طبعا في فنيات دلوقتي في سان جيرمان اغلبيه اللعيبه اللي موجوده فيه برازيليين كابتن وارجنتينيين اللي هي بتتجه للمتعه طيب هروح للمباراه يعني برضو من عشاق روما وطبعا كان نجمهم توتي وايضا اتلتيكو مدريد سيميوني اللي انت بتتكلم عليه ان هو انت بتتوقعه او تتمنى يبقى موجود في باريس سان جيرمان في ظل اللاعبين المميزين. رئيس النادي لاتلتيكو مدريد بيتكلم على طموحه السنه دي للحصول على بطوله دوري ابطال اوروبا من خلال طبعا الاستراتيجيه اللي ماشي بيها بقى سيموني بقاله فتره، الشكل اللي هو ماشي بيه استقطاب اللاعبين واستخدامهم في نادي اتلتيكو مدريد. شوف مباراه اليوم روما واتلتيكو مدريد ده. انا شايف طبعا ان روما مع دي فرانشيسكو المدير الفني الجديد لذئاب العاصمه خلف لوتشانو سباليتي لسه روما عنده كتير جدا. روما صلاح كان بالنسبه له بيمثل 75% من قوه روما، لسه روما متعاقد مع مدير رياضي جديد اسمه مونشي، طبعا ده عين ثاقبه جدا كان مدير رياضي لاشبيليه وكان ساعد اشبيليه على استقطاب كتير من النجوم. روما بيبني فريق جديد بيعتمد دلوقتي يمكن النجم الابرز بالنسبه له هما راجا نانجولان وايدن ديزيكو، هما دول اللي بيقدروا يصنعوا الفارق مع الفريق الايطالي. شايف ان اتلتيكو مدريد النهارده يعني طبعا من سوء حظ روما اللي هو ابتدي مشواره اللي هو يقابل اتلتيكو مدريد اللي هو لم يكن موفق في قرار الاتحاد الدولي بحرمانه من برام تعاقدات خلال فتره الانتقالات الصيفيه عشان خاطر يتعاقد مع لاعبين دون السن القانوني، لكن القوام الاساسي يعني يحسب لاداره اتلتيكو مدريد اللي قدرت تحافظ على نجومها ما تفرطش في حد، قدرت تحافظ على كريسمان على كراسكو على كوكي. انا بالنسبه لي هو ده القوام الاساسي لاتلتيكو، قدر اللي هو يطلع ديجو سيميوني النهارده كمان تعاقدوا مع ديجو كوستا جابوه من اول لسه في يناير يعني النهارده جاب ديجو كوستا بس لسه في يناير. سيميوني زي ما احنا قلنا كابتن هي طريقه لعب ثابته، طريقه لعب ممكن تكون محفوظه لكثير من الناس، لكن هو اي لعيب بيجي بيمشي بيخش هو فاهم وعايز ايه، ليه نوعيه محدده من اللعيبه بيختارها، هو زي ما هو عايز يوصل كده، عنده اهم حاجه عنده اللعيب يبقى مقاتل، يبقى لعيب عنده طموح مش عمليه اللي انا يبقى لعيب مهاري بس. شايف ان اتلتيكو النهارده هو الاقرب للفوز. طيب محمود المباراه ورؤيتك ليها؟ انا شايف ان اتلتيكو مدريد برده مش زي السنه اللي فاتت، اتلتيكو السنه دي بيعاني في الدوري الاسباني وروما برده نفسه بيعاني، الفريقين الماتش هيبقى متوسط ما فيهوش متعه كبيره. الفريق اللي هيقدر يخطف هدف الماتش هيخلص، ده انا شايفه هيخلص بهدف واحد بس. هل السبب المعاناه اللي انت بتتكلم عليها دي اللاعبين اللي جم السنه دي بالنسبه لهم مش على نفس المستوى؟ روما فرط في اهم لاعبته السنه اللي قبل اللي فاتت، فرط في بيانيتش ما عوضوش، السنه اللي فاتت فرط في محمد صلاح ما عوضوش. الفريق نفسه اللعيبه نفسها بقى طموحها ان هي توصل لدور الابطال بس، من الدور الاساسي يعني هدفهم المشاركه المركز الثاني الفريق نفسه عرف خلاص حدوده باين من صفقاته. مونشي زي ما بلال قال، مونشي ده دماغه اقتصاديه اكتر منها كرويه، هو عايز يحول روما ده مش من فكر اداره ان هم يستقطبوا اللعيبه، هم جايبين كذا لعيب من امريكا الجنوبيه لعيبه صغيرين هيقدروا يسوقوهم كويس، هم عايزين يمشوا بنفس الطريقه بتاعت اشبيليه قبل كده ان هم يمشوا بلعيبه صغيرين
يطلعوهم يعرفوهم هم على اوروبا، بعد كده يستفيدوا منهم ماديا، وده اللي ماشي بيه روما بقاله سنتين. ما بيجيبش لعيب غالي وبيجيب لعيبه صغيرين يقدر يسوقهم بعد كده. مباراه لمين يا بلال؟ انا شايف ان اتلتيكو الاقرب. اتلتيكو الاقرب في روما معخر روما. لا طيب خلاص انت جريء قوي انت بلال. شايف ان اتلتيكو مدريد الاقرب زي ما وفقا لحاجات كتير جدا. دي فرانشيسكو يا كابتن، يعني احنا بنجيب مش الموضوع مش كده. دي فرانشيسكو يمكن دي اول مره يخوض فيها ماتش في دوري ابطال اوروبا. ده المدير الفني الجديد لروما، ما عندوش الخبره او ما يكفي من الخبره لاداره مباراه بشكل مختلف، بشكل في اداره مباراه قويه زي دي في دوري الابطال، في انطلاق دوري الابطال. في المقابل انا قدامي دييجو سيميوني اللي يمتلك من الخبرات يعني حدث ولا حرج. الراجل وصل نهائي دوري الابطال مرتين، ولولا سوء الحظ كان زمانه دلوقتي واخد بطوله منهم. فسيميونو هيقدر يلعب على نقاط ضعف روما بشكل كبير جدا، هيقدر يستغل الموضوع ده وهيقدر يختلف في الماتش معاك. بس صح ولا غلط؟ صح، الماتش ده هيبقى تعادل. تعادل في روما. ده بتشوفها نتيجه ايجابيه بالنسبه لروما ولا ايه؟ انا شايفها نتيجه سلبيه لاتلتيكو لو تعادل بره. يعني انت مع بلال ان هو لو ما خلصش واحد محمود بيحب ينكشني بس. محمود بيحب ينكشني بس. طيب خلينا نروح لمباراه يعني اعتقد برضو انها من المباريات القويه، بايرن ميونخ. يعني الفرق الالمانيه قويه، لكن في الدوري الممتاز في الدوري يعني الالماني طبعا البونز ليجا بيعاني في اخر مبارياته امام اندرلخت البلجيكي. بايرن ميونخ بيحب الماتشات اللي زي دي، بيقدر يرجع نفسه بيها، بيكسب 8 7 6 الماتشات الضعيفه اللي زي دي هو بيقدر يرجع نفسه فيها، مع ان في مشاكل كبيره في الاداره وبين اللاعبين. ليفاندوفسكي دلوقتي مش مركز، بيشتكي من قله الصفقات اللي جابها النادي، ما جابش صفقات على حجم كبير زي الفرق سواء برشلونه او باريس سان جيرمان او ريال مدريد حتى اللي بيمتلك لعيبه كبيره. ليفاندوفسكي اشتكى ان هو الفريق دلوقتي بيتحول من انه فريق كبير لفريق بينافس على الدوري الالماني بس. ليفاندوفسكي هدفه دوري الابطال، هو عايز دوري الابطال ومش من بروسيا دورتموند ببلاش عشان دوري الابطال. هو شايف ان مع انشيلوتي مدرب كويس للماتشات بتاع دوري الابطال، بس هو في مشاكل مع انشيلوتي دلوقتي في كلام ان هو هيروح الصين من نص الموسم مش اخر الموسم كمان. في كذا فريق في الصين بيفاوضوا انشيلوتي نفسه مش عارف يدير المنظومه بتاعه بايرن ميونخ، مع ان هو دماغه وفكره بتمشي مع بايرن، بس في حاجه غلط. هو مفيش حد لغايه دلوقتي عارف يفك لغز انشيلوتي مع بايرن ميونخ من السنه اللي فاتت. فريق ضعيف جدا، ضعيف قدام الفرق الكبيره، خسران من هوفنهايم الماتش اللي فات 2-0. هوفنهايم مع مدرب عنده كام سنه؟ عنده 29 30 سنه، يعني ضعف انشيلوتي. واحد لسه المدرب ده عمره ما لعب كوره كده برضه، ما بتتحسبش كده، بس برضه خبرتي عيب ان انا اخسر من مدرب قدامي قد ابني. يعني ما ينفعش، ده بايرن ميونخ برضه مهما كان تلميذ. ده مش تلميذ، ده الحفيد. طيب بلال برضه رايك في هذه المباراه، وزي ما بتكلم كده بايرن الى حد ما عنده يعني تعثر في الدوري الالماني، وفي نفس الوقت دخول في بطوله اوروبا، ويمكن دي بطوله محببه ايضا لعشاق بايرن ميونخ او بايرن ميونخ. يعني بتشوف النهارده المباراه ازاي، خصوصا يعني برضو اندرلخت ليس بالقوه الكبيره في الدوريات الاوروبيه. هو فريق كبير، فريق اسمه، لكن بايرن ميونخ دائما في بطوله اوروبا بيبقى مختلف. بص يا كابتن، يعني انا هاخد كلمتين كده، ان بايرن ميونخ فقد شخصيه البطل في دوري الابطال. يعني ايه فقد شخصيه البطل في دوري الابطال؟ اللي انا لما اجي اوصل مثلا، ناس كتير جدا كانت بتعيب على جوارديولا اللي هو جه خسر من ريال مدريد وبرشلونه وفي نص نهائي دوري الابطال في ثلاث سنين، لكن في الاول وفي الاخر كان في شخصيه البطل. الناس كانت بتنازله يا كابتن عامله حساب لي انا هلاعب بايرن ميونخ. جوارديولا طبعا انا من ناس كتير جدا تقول لك اللي هو كان غير موفق مع بايرن ميونخ، انا مختلف بعض يعني في هذا الراي شويه، نظرا ان جوارديولا كان بيوصل لنص نهائي دوري الابطال وكان بيكسب بالخمسات وبستات وسبعات، كان بيقدم كره جميله جدا مع البايرن. انشيلوتي جه بيعاني كتير جدا بساعد، يعني انشيلوتي استلم من حظ انشيلوتي السيء اللي هو استلم بايرن ميونخ خلفا لجوارديولا. جوارديولا ليه فكره وليه فلسفته الخاصه اللي هو بيفرضها. اختلفوا شويه في الاداء تقريبا فريق بايرن، يعني اللي هو شبيه شويه الكره الالمانيه بتاعته بتاعت زمان. فبس يعني هو ايام اوان جوارديولا اللي هو بيلعب الكره بتاعته. ايوه صحيح، اللي هو التيكي تاكا وكده. فهو حاول يطبقها بشكل كبير. انشيلوتي جه عايز يفرض
فكره واسلوبه، فبيعاني دلوقتي اللي هو ايه يعمل مرحله انتقاليه من 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 سيستم واسلوب كان مرحله انتقاليه من سيستم واسلوب كان المفروض 3 سنين لسه عامل سيستم جديد. فبالتالي انشيلوتي محتاج، طبعا مفيش خلاف ان انشيلوتي من احد افضل المدربين الموجودين على مستوى العالم دلوقتي. شايف ان بايرن النهارده بدايه على ارض وسط جمهوره، الماتش بالنسبه له يبقى سهل جدا، هو الاقرب طبعا للفوز، خاصه اللي هو محتاج اللي هو صالح جماهيره بعد الهزيمه من هوفنهايم بثنائيه في اخر جوله في الدوري الالماني. ليفاندوفسكي عندي احساس كبير جدا ان ليفا ممكن دي اخر سنه ليه مع البايرن، وهيروح ريال مدريد عشان خاطر زي ما محمود قال اللي هو كان كل طموحه ياخد دوري ابطال اوروبا، ولغايه دلوقتي ما قدرش يحقق ده مع البايرن منذ انضمامه للفريق قادما من بروسيا دورتموند الالماني. لو البايرن ما قدرش يقنع ليفا او ما قدرش يظهر البايرن بالسنه دي بالشكل المطلوب في دوري الابطال، اتوقع ان ليفا ممكن يرحل عن بايرن. توقعاتك من المباراه بايرن واندرلخت؟ نتيجه كبيره للبايرن مش اقل من 4-0. هم بيلعبوا على ارضهم طبعا، الوضع صعب جدا بالنسبه طبعا لاندرلخت على ملعب طبعا بايرن ميونخ. طيب خليني اروح لممثل الكره الانجليزيه، هو في اثنين ممثلين في طبعا مانشستر وتشيلسي، هروح لتشيلسي بس خليني اروح مانشستر الاول ومباراته امام بازل بلال. يعني مانشستر فريق مميز السنه دي وبيضم مجموعه من اللاعبين المميزين امام فريق بازل طبعا زي ما بنقول هو مفرخه اللاعبين للدوريات الاوروبيه من خلال طبعا استقطاب مجموعه اللاعبين اللي ممكن من افريقيا او من دول اخرى، بيبتدي يكون فريق او يكون بعد كده بيفرط فيهم، فبالتالي وجوده دايما في الدوريات الاوروبيه بيبقى ضعيف شويه. امام طبعا فريق زي مانشستر الموضوع بيبقى صعب. بازل فريق شخصيته هو المشاركه في دوري الابطال من اجل تسويق اللعيبه، يعني هدفه يعني هو لو كسب مانشستر دي حاجه كويسه طبعا، انما هو هدفه الاول ان يظهر النهارده مثلا لعيب كويس هقدر اسوقه بعد كده بالماتش ده زي محمد صلاح عمل مع تشيلسي، قدر يبيعه لتشيلسي نفسه. بازل من الفرق اللي بتعرف تسوق لعيبتها وعندها كشافين في كل حته في العالم بيقدروا يشوفوا اللعيبه كويس جدا. في المقابل مانشستر يونايتد السنه دي داخل بكل طموح ان هو مش بينافس على الدوري بس، مورينيو داخل بشخصيه قويه جدا ان هو يقدر ينافس على الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا. مورينيو في اي فريق معاه الموسم الثاني مختلف تماما مع مورينيو، اي فريق مورينيو بيمسكه الموسم الاول بيكون بيعاني فيه زي السنه اللي فاتت كده، والموسم الثاني بيكون مختلف تماما. السنه دي مورينيو عرف هو الفريق الافضل لحد دلوقتي في الدوري الانجليزي. دوري ابطال اوروبا هنشوف النهارده مورينيو عنده طبعا خبرته كبيره مع لعيبه كتيره عندها خبره، مع ابراهيموفيتش اللي هيبدا يستعيد مستواه من الدور الثاني للبطوله. ابراهيموفيتش هدفه برده زي اي لعيب دوري ابطال اوروبا. ابراهيموفيتش السنه دي هيكون مختلف تماما مع مانشستر يونايتد بجانب بوجبا ولوكاكو في دوري الابطال اكتر من الدوري الانجليزي. ابراهيموفيتش السنه دي هيلعب مع مانشستر يونايتد من هدف واحد، مش عايز هو الدوري الانجليزي ولا عايز اي بطوله، وعايز دوري الابطال لان دي يعتبر السنه الاخيره او قبل الاخيره لابراهيموفيتش في الملاعب، عشان كده هيدي اكتر من 100% من مستواه في دوري الابطال اكتر من الدوري الانجليزي. هتلاقيه بيحافظ على لياقته وعلى حاجته وعلى شخصيته في الدوري الانجليزي، بيلعب بهدوء مش هيتعصب مش هيحاول يبذل اي مجهود في الدوري الانجليزي، هيكون يهدم بس. طبعا دي شغلته، دي شغلته. بلال خليني اسالك على يعني نتيجه المباراه ومستواها الفني ممكن يبقى عامل ازاي، خصوصا مورينيو زي ما بيتكلم كده محمود عنده طموح كبير في العام ده خصوصا في البطوله دي. انت كده كابتن مورينيو يمتلك من الخبرات ما يكفيه اللي هو يقود كوكبه من النجوم في مانشستر يونايتد لاعتلاء منصات دوري ابطال السنه دي. مورينيو مدير فني عن شخصيه، مدير فني له فكره، بيقدر يتعامل مع النجوم يعني الى حد ما ممكن تبقى ناس كتير شايفه اللي هو عمليه يبقى في بعض النجوم بتختلف معاه، لكن هو بيقدر يسيطر على النجوم. يعني اكبر دليل على كده كابتن ان ابراهيموفيتش ما شفناش مثلا ان ابراهيموفيتش ده اللي هو بيطلع يقطع في الدنيا كلها ما كانش ناحيه مورينيو، بتربطه علاقه قويه جدا بيه. الاداره وفرت له كل حاجه السنه دي، وفروا له الصفقات اللي هو عايزها، ما فيش بسكواد بتاعه والقائمه بتاعته قويه جدا، بتؤهله وتمكنه وتديله مرونه وعنده خيارات كتير جدا وعنده مرونه وعنده امكانيه اللي هو يستخدم ويبدل ويعمل روتيشن ما بين اللعيبه زي ما هو عايز. شايف ان مورينيو
يعني ممكن السنه دي يقدر يوصل نص نهائي دوري الابطال، لكن اللي انت توصل للي انت مشكله في الدفاع، دفاع يعني السنه دي بتاع بس هو يعني الليندلوف مثلا هو ممكن يبقى عقبال ما يتاقلم او كده فهيقدر ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. طيب خليني اكلمك بس انا عندي قبل ما عايز تقول حاجه على المباراه في الماتش ده كابتن، انا عندي بازل نفسي افهم بس ليه عمر جابر دايما خارج حسابات اورس فيشر المدير الفني للفريق السويسري. عمر جابر ما رضاش يمشوه السنه دي، كان جاي له عرض وما رضوش يمشوه فالاستفسار يعني في وجهه نظر غريبه. هو يتفوق كثيرا على لانج اللي هو في نفس مركز عمر جابر. عمر جابر طبعا يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده من وجهه نظري دلوقتي في 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 سواء في المنتخب المصري او في الكره المصريه. عمر لعيب مقاتل، لعيب مهاري، لعيب حافظ مركزه كويس جدا. فنفسنا نفهم ليه عمر جابر بعيد عن الصوره. نفسنا طبعا سهل مانشستر النهارده؟ لا مش سهل، لا مش سهل. بازل فريق عنيد شويه. يعني النتيجه الاقرب مانشستر طبعا هو الاقرب لتحقيق الانتصار، لكن مش هنشوف الا يعني مش هنشوف ان مانشستر يكسب بالاربعه ولا بالخمسه. طيب خليني اروح لممثل الدوري الانجليزي الثاني تشيلسي امام كارباكا الاذربيجاني. يعني مباراه برضو نفس الوتيره، الكره الاذربيجانيه مش بنفس قوه الكره الانجليزيه طبعا. اول فريق يشارك في دوري الابطال من اذربيجان هو كارباك السنه دي، فالماتش هيكون سهل على تشيلسي وعلى كونتي اللي هيحاول يريح كذا لعيب وهيدي الفرصه بقى من اول الماتش الهازارد اللي لغايه دلوقتي ما بداش في الدوري الانجليزي يظهر زي ما كان السنه اللي فاتت او اللي قبليها بسبب الاصابه. هازارد استعد مستواه، استعد لياقته خلاص وجاهز للماتش، هيبدا النهارده هازارد هيكون نجم الماتش النهارده، ممكن يجيب جون ولا اثنين او يصنع جون ولا اثنين، الماتش هيخلص مثلا 3-4 لتشيلسي مستريح. طيب خلينا نروح سريعا بقى للوقت بينتهي، اولمبياكوس اليوناني وسبورتنج لشبونه البرتغالي. لقاء متوازن يا كابتن ما بين الاثنين طبعا. الفرق اولمبياكوس ده من الفرق اللي هي ليها اسمها وليها باع كبير جدا في الكره الاوروبيه، بيقدر يتعامل مع دور المجموعات بشكل كبير جدا، بيقدر يتخطاه ويوصل ويحرج الفرق الكبيره. سبورتنج لشبونه طبعا زي ما نقول كده مصنع برضه، بيصدر لعيبه كتير جدا للدورات المختلفه. عنده في خط الوسط مثلا في كارفالو، لعيب من اللعيبه الثقيله جدا واللعيبه اللي هي مهمه ومطلب للعديد من الانديه. شايف ان هو لقاء متكافئ ومتوازن، صعب ان انت تعرف ممكن مين يفوز النهارده. ممكن عامل الارض الجمهور يلعب في صالح اولمبياكوس شويه، لكن سبورتنج عنده الخبرات وعنده الكاريزما وعنده الشخصيه اللي تقدر ازاي تتعامل مع هذه المباريات. انا شايف ان من الصعب ان انت تقدر تتوقع مين اللي يقدر يتخطى مين النهارده. طيب اروح سريعا لان الوقت برضه بينتهي يا محمود. بنفيكا واخر مباراه في كلامنا النهارده، بنفيكا وساسكا موسكو. بنفيكا الماتش ده هيكون بيأدي كويس. بنفيكا داخل الدوري البرتغالي من اول الموسم بشكل كبير متفوق على نفسه، بيلعب بكره جميله ودي حاجه جديده على بنفيكا اللي كان زي الاهلي كده بيلعب عايز الجون، عايز يكسب الماتش مش محتاج حاجه تاني. والنهارده ان شاء الله بنفيكا هيكون هو المكسب من نصيبه. طيب استمتع بقى بالمباراه مع بعض نروح نتفرج ان شاء الله. شكرك يا محمود، شكرا، نورت وشرفت. لا بشكرك، شكرا يعني اقول لحضراتكم ايضا يمكن طبعا المباريات احنا قلناها طبعا برشلونه مع ليفينتوس خلاص دقائق او خلاص هو ابتدى بشكل ابتدت المباراه، سلتك مع باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد مع بازل، روما مع اتلتيكو، وبايرن ميونخ مع اندرلاخت، وتشيلسي مع كارباكا الاذربيجاني، واولمبياكوس اليوناني مع سبورتنج لشبونه، بنفيكا مع ساسكا موسكو. طبعا مباريات الغد في مباريات ايضا مميزه في دوري ابطال اوروبا، بورتو مع بشكتاش، وفي نورد مع مانشستر سيتي، ليفربول مع اشبيليه، ومارينيو مع سبارتاك موسكو، ولايبزيج مع موناكو، وريال مدريد مع اوبيول، وشختار مع نابولي، وتوتنهام مع بروسيا دورتموند. نتمنى طبعا ان انتم تستمتعوا بالمباريات الافضل والفرق الافضل على مستوى العالم من خلال طبعا رؤيتكم لهذه المباريات. يعني استمتعت بوجود طبعا ضيوفي في الاستوديو. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير انتظروا.